هل تكون هذه المسؤول هذه الجماعه اللي كيفاش
دراسي او تكون عنده عياده او تكون عنده هاد الامكانيات باش يمكن له يصارع هاد المصادر الاذاعيه وانه يمكن له يطالب بالتغيير ديالها ويغيرها فيهم طبعا حتى في المسائل اللي يمكن يغيرها على المستوى المحلي وايضا قله الموارد الماليه كيفاش عاوتاني هذا المسؤول تكون عنده هذه الامكانيه وتكون عنده الكفاءه باش يقلب على الموارد الماليه وتتمين بعد ذاك الموارد الماليه اللي عنده هو على قلتها شنو تيدير هذا المسؤول باش يتمن الموارد اللي عنده الامكانيات اللي متاحه عنده تتكب واخا تكون على قلتها ولا مشينا للتقليد الترابي غير للجهه وهذه الجهه هي المتقدمه ونقول هذا الركود اللي كتعاني منه اليوم الجهه رقم توسيع الاختصاصات منين جاي؟ حنا الى زاد من قريب تجربه متواضعه بغياب هذا القوانين والتوسيعه ديال الاختصاصات في غيابها شفنا وعشنا انه جهه بصمت في واحد القرارات مهيله كبيره في البلاد وخرجت بلورت واحد الافكار اللي اصبحت واقعه هذا الواقع هناك عده امثله انا غير بعيد جامعه الروم التوسطيه تعرفوا كيفاش الفكره تبلورت ماشي الا الجهه اللي جابت الامكانيات ولا القرار النهائي ولكن ساهمت في بلوره الفكره كانت واحد العنصر اساسي في بلوره الفكره نجي للمدينه ديال فاس وقبل ما نجي للمدينه ديال فاس لابد نتكلم على الكفاءات راه ماشي بلا بالضبط نربطها بالشهادات الجامعيه بالضروره مع الشهادات الجامعيه طبعا التكوين اساسي يعني باش ما نعاودش نكونوا شعبويين ونقولوا التكوين اساسي حيت كاين شي مفاهيم تبقى مجهوله بحال شي حاجه اللي ولات التكوين معطى اساسي اخلاق معطى اساسي حتى نتكلموا على المهارة وعلى الكفاءات الأخرى، أما هادو معطيات خصهم تكونوا موفرين في المسؤول كيفما كان، وعلى الأحزاب أن تحسن طبعا الاختيار من يمثلها، لأن هذا هو اللي غادي يعطي الثقة للأداء، وهذه المنصة تنقول إحنا ديال هاد الانتظارات ديال فيها تعريض للمجتمع والشباب بشكل خاص، لأنهم اللي عندهم انتظارات كبيرة وعندهم واحد التغيير، علاش التغيير؟ تغيير عدد من الانماط اللي هي اليوم لا تعتبر بانها غير معقوله نجي للمدينه ديال فاس ولا بد انني نتفاعل مع التساؤل ديال الاخ اسماعيل الخيلي على التطوع ديال الحزب ديال حزب الاستقلال في الجماعه اولا تتكلموا في فاس تتكلموا في الجماعه على العمل الجماعي انا عاود نرجع لهذ النقطه العمل الجماعي لا يعترف بفلسفة توقعات المعارضة والأغلبية هذا العمل الجماعي هل توقع الأغلبية والمعارضة تعيش في البرلمان هناك برامج هناك تصورات مجتمعية مختلفة لإيديولوجيات التي يمكن نختلفوا فيها في الجماعة أي حاجة في صالح الجماعة ما فيهاش مفهوم المعارضة رغم أننا في تجربتنا في تسيير مدينة فاس كنا دائما تنتقدوا الاخوان ديالنا لانهم كانوا تنطلقوا من واحد منطلق ديال المعارضه كيف يعقل انا تجي واحد الجماعه تقول لي انني جبت واحد الميزانيه ولا جبت واحد المشروع وغادي نعرضو غير المنطلق ديال انني تدير المعارضه هذا غير معقول طبعا نشجع كل مبادره ونقوصوا القطاع الاستقلالي باي مبادره اللي هي فيها خير السكيت وتنتمناو تكون مبادرات ملموسه حيت قبيله تكلمت على الفعل السياسي اللي هو بالممارسه ماشي بالخطه حيت صعيب انا ملي تسمع خطابات اللي كتكلم على النجاح مثلا في تتفاعلوا بس زعما ماشي نجاحات في بلوره الحكامه انا بعدا المؤشر خصني باش نفسرو ولا باش نضبطو هذه صعاب عليا كمواطن عادي المواطن العادي عنده انتظارات حقيقية يومية سيشوف التغيير والتطور يعيشوا يلمسوا والمؤهلات ديال المدينة ديال فاس ليست بمؤهلات
زعما خارق العاده وإلى تدير المدينه متواضعه مقارنه اليوم مع المدن اللي اليوم تتقارنوا معها. خصنا نطلقوا من هذا من هذا المعطى. المؤلفات ديال فاس اليوم ما تهضرش على فاس ديال هذه 50 عام ولا فاس ديال هذه جوج قرون. المؤهلات اليوم ماشي هي المؤهلات ديال الدار البيضاء، ماشي هي المؤهلات ديال طنجه، ماشي هي المؤهلات ديال المدن بحال ما عرفتش ولا هذه. ولكن لنا من المؤهلات ما يسمح لنا ان نكون في احسن ضيء. وهذه المؤهلات هذه تيخص التثمين ديالها. لانه هذه المؤهلات هذه عندنا انها تكون هي مختلطه ميست فيها واحد العدد ديال العناصر القوه واللي مازال اليوم ما عطاوش نتائج مازال ما بلغوش المدى ديالهم. مازال واحد المجال ديال التطور بواحد الشكل كبير. وهنا هذه المدينه بحال فاس اللي فاش اساس والدور الاساسي تيصبح عند الجماعه. الدور الاساسي لان الا كانت المدن الاخرى اللي عندها المؤهلات الطبيعيه طنجه ما محتاجاش الجماعه. طنجه راه محتاجه طنجه واش الجماعه اللي ذاك البناء واش هي جنب البحر واش هي المنطقه الصناعيه اللي فيها رينو هي اللي فيها ماشي هذا هو. لانه جماعه معناها تلعب واحد الدور كبير وكنتمنى انها تبقى تلعب دور كبير في طنجه. ولكن في مدن بحال فاس اللي فاش الاجتهاد ديال الجماعات عنده واحد التاثير كبير على المسار التنموي ديال المدينه. لانه باش فاس تجيبو مستثمر خاصك تشقى عليه. مستثمر استثمار جبان استثمار خاصو دابا الريش راه ما يجيش. الاستثمار الا مشيتش تحتي عليه ما طبيعي باش ما نقولوش ما يجيش شي واحد طلبو يجي لشي بلاصه يخسر ولا يجي يحط فلوسو يبقى تيتسارع على المسؤول ولا يبقى ما يلقاش المسؤول ولا عارف طبيعي. وهناك عدة استثمارات شدناها في السنوات الأخيرة في فاس اللي راه ماشي بالسهل عندهم يجي. المنطقة ديال دول المحراز مثلا البرج نفضوا عدد من الاستثمارات اللي ماشي إلا بدا كانت مرتبطة بفعل مركزي ولكن كانت مرتبطة بواحد المجهود محلي لاستقطاب استثمارات مهمة. ولا بد أنه فاس خص بوادر اللي تقدر تعاوتاني تحت لما تزول هذا الجو ديال اليوم ديال حلي القدى ديال الغمة اللي انتشر اليوم في المدينة ديال فاس غير تشاؤم وذرع خطير. خص هناك بوادر وهذه البوادر ما ننتظرش شي واحد يجي يقوم بهذه البوادر من غير من يمثلنا بمسؤوليات. وتنتكلم عن المسؤوليات طبعا اللي هي في قلب التنمية هي المسؤولية الجماعية. انه حتى ملي كنتكلموا على التدخل ديال المركز ديال الحكومة فبتواصل مع الجماعة. وحنا اليوم تنقولوا كاين واحد الحظ عند المدينة ديال فاس لأنه نفس التوجه نفس التيار كيسير المدينة تيسير الحكومة وهذا تيسهل التواصل. لأن حنا عشنا في فاس مثلا واحد الفترة اللي كانت هذه السهولة كانت حتى حنا واحد الوقت عشنا واحد السنين بهذه الطريقة واللي كانت كتسهل واحد عدد كبير من المشاريع اللي شفتهم المدينة واللي كانت شراكات مع قطاعات حكومية مهمة مع المدينة ديال فاس. إذا كاين هناك انتظارات وطبعا من يترافع الدفاع عن المدينة فالفاعل السياسي الذي يمثلها مؤسساتيا. نترافع بالبرلمان بأسئلة ولكن الجماعة الإمكانيات ديالها اللي متاحة في الشركات هي اللي عندها واحد الدور كبير في المرافعة الحكومة لأنها تحسن غير الميزانية العامة ديال الدولة 2019 تلاحظوا غير من ناحية الاستثمارات العمومية نعطيكم أرقام بسيطة. المتوسط ديال الاستثمارات العمومية في الجهات هو 3300 درهم للفرد. هذا المتوسط. هناك مدن بحال الدار البيضاء اللي المستوى ديال الاستثمارات للفرد كيفوق 5000 درهم.
هل تعلم من هو متوسط الاستثمار العمومي بجهة كاس الكناس؟ 1100 درهم. ماشي ما علاش ولكن من المسؤول؟ ماشي غير المركز باش نكونوا واقعيين، هذا مسؤولية مشتركة عند الجميع، غير هي نسبية، عرفتها أنها مسؤولة غير ما تظهر في المسؤولية ولكن هناك نسبية في المسؤولية إذا ما تكلم عليها، لأنه هذا الحجم ديال الاستثمارات الضعيف اللي هو كاس الكناس، وحتى كاس الكناس راه عادة فهمت عاوتاني فهم كاس الكناس، ما تشوفوش كاس الكناس راه لأن حنا مع الأسف ذاك التعادلية الترابية راه ماشي موجودة ما بين الجهات، ماشي غير غالبة ما بين الجهات ولكن غالبة حتى داخل الجهات، هذا حتى داخل المدينة من حي إلى حي ومن منطقة إلى منطقة، وهذا اللي اليوم وهذا اللي اليوم كاملين خصنا نسعوا على أننا نقاوموا هذا